صباحكم. سعد صباحك بسيم. الاعلامي الاذاعي بسيم دمون، احنا حكينا عنك من ورا ظهرك، لكن على العلن وصلني انا كل الحكي. وحكينا عنك انت كمان من رواد هذا اليوم بلاك فرايدي، رواد الشوبينج عامه بسيم. اكيد بالضبط. مين بحب الشوبينج؟ عم بتحضر له كنت مسبقا بسيم؟ يعني انا عامل دائما، انا عامل توفير خاص له كل الالوان فرايدي مش بس بلاك. بسيم احكي لدوريت شو انا دائما بقول لك، نفسي ايش تشوف خزانه، اشوف خزانه بسيم. مزبوط. مش عارفه وين في وزاعه. لا حلو دائما. طلع هاي كمان بتخلق مع الواحد، يعني في ناس ما بتهتمش ولا بشيء، في ناس بتقول لك لا صحيح. حلو يعني كمان مش متعه شخصيه بس كمان للي حواليك بنبسطوا. مبروك مسبقا، منك طاقه يبارك فيك. مبروك مسبقا يبارك فيك. يعني والاسعار بتغري، يعني انا بقول لك عم بسمع كثير شغلات بتشدك عن جد. صحيح. ويوم مميز ليش؟ لأن هذا الشهر هو بيجي شهر هيك فيه ركود من كل شيء. أيوة. اي 11 شهر 11 دائما فيه شيء مشاريع. جميل هذا الشهر كثير. فهذا الشهر بيكون تحضير حتى تستقبل شهر الاعياد، موجه الاعياد والتنزيلات والشراء وهيك. يعني مولد النبوي الشريف كان، كل عام وانتم بخير. وانت بخير كمان. هيك بعطينا انه بدايه الاعياد، يعني هالاعياد بتجمعنا دائما. صحيح. نعم. فكمان ليش لا انه كمان الاسعار المنخفضه تجمعنا. بس خساره. نعم. الاسعار مش على كل شيء منخفضه. لانك بتشتري كثير. البنزين لا. البنزين لا. لسه علاء اغبريه كاتب على الفيسبوك. ايش كتب؟ ليش البنزين مش ضمن تخفيضات البلاك؟ البنزين لازم يكون. صباح الخير. فكروا فينا كمان ما بنروح بالسياره يعني. بالضبط. طيب عاده احنا بنحكي على العالم العربي، شو ودانا على الهند، بنحكي عن الباتشان، بنحكي عن اميتاب باتشان. اميتاب باتشان مع انه كان في كثير اشاعات انه رحل، وانه بتعرف دائما كل واحد تحت الاضواء دائما بتكون تطلع عليه اشاعات، بس حبيت انه عم نذكر الاسعار المنخفضه. في كثير ناس بالهند يعني مديونين بطريقه غير شكل، وهن من المزارعين. أه. اللي هن ما حدا بيهتم فيهن. فاميتاب باتشان نجم بوليوود معروف، يعني تقريبا هوليوود الهند هي بوليوود بسموها طبعا. فقال لك ليش ما ادفعش انا واختصر، لانه عم بسمع انه 350 الف انتحار من المزارعين من عام 1995. هاي الاحصائيات. قال لك ليش انا معي مصاري وشغلي منيح وعندي افلام عشان وعندي مشاريع. ديون بسيم بنتحروا عشان الحاله الاقتصاديه، عشان الحاله الاقتصاديه. ديون فرايدي. وشو ديون بسيطه. فقال لك انا المصاري اللي معي بدي اسدد ديون عن هاي المزارعين. بعت ورا 70 واحد مسؤول عن مجموعات كبيره، لانه بقدرش يستضيفهم في بيته كلهن. ف70 واحد حجز لهن بالقطار يجوا على مومباي وين هو ساكن هناك، ويعطيهن شكات كل الرصيد الخاص، شخصيات. ينزلوا الديون، وهيك طبعا راح يسعف كثير عائلات انه تكون كمان في الاعياد وغير الاعياد عندها على طول حاله اقتصاديه. وطلع مش بيحكوها حتى بالافلام وبالعالم الغربي كريسمس سبيريت وروح عيد، يعني بتبلش تحسها كمان. احنا بنقول انه مش بس نزين بيوت ونزين سيارات ونزين محلات تجاريه، زينوا القلوب والافكار يعني بالمحبه التسامح. هاي الاعياد. مزبوط. وكل يوم اذا الواحد بيعمل خير بيقولوا لك كل عام وانت بخير، يعني اول شيء موجوده كلمه خير كل يوم وانت بخير، ليش لا؟ مزبوط. تعمل خير لمجتمعك، نفس الشيء للناس اللي محتاجه. أكيد. يعني وبعدين شغله بس ما حبيتهاش انه نزل هذا الشيء على الفيسبوك. ليه ما حبيتش؟ لانه يعني ايدك اليمين مش لازم تعمل. لا لحظه شوي، بس يمكن عشان ياثر بالمقتدرين كمان. انا بفكر زي اخذتها بهي الطريقه زي ما قالت عفاف. خلينا ايجابيين. ايجابيين بس انه اعمل خير، لانه في كثير ناس بتتباهى انه انا عم بساعد عائلات مسطوره. مو مزبوط. حرام. يعني ساعد والله شايف، يعني هذا الموضوع مش سلم. مزبوط. مطلع عليه. فعند الفنانين انه اعطاهم ممكن هيك شويه فكره. صحيح. شو يعملوا بالاعياد. بفكر رح يصير تقليد ايجابي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هسه دورك تعطينا فكره عن مشاريع الزعيم عادل امام لسنه 2019 2020. الله يعطيه الصحة. اول مره بتاريخه الفني بفكر لسنتين سلف. وليش؟ لأنه ابنه رامي إمام هناك، يعني المخرج رامي إمام. حبيت أنه شركة ماجنوم أكيد كمان لها علاقة بعائلة إمام وغيرها. مشاريعه بعد متكتمين عن مثلاً إيش الأسماء، شو راح تكون كوميديا هادفة زي ما بيعمل دائماً كل سنة برمضان. بس حبيت أنه النجوم بعد مش مبينين لليوم. حبيت أنه المشاريع بتحكي عن أشياء دائماً اجتماعية زي ما وعدنا عادل إمام. هالمرة مش بس لمصر، جامل فيها كثير بلاد، رح يكون فيها كثير فنانين. انا برايي بال 2019 2020 لهجات مختلفه،
وهي فكرة حلوة. يعني ذكر ايش المشاريع؟ مثلا مسلسل مسلسل بس حكى عن مسلسل مسلسلات رمضان، لما نقول دراما رمضانية مسلسل 2019 2020. حبيت انه راح يكون فيها لهجات مختلفة، وعادل امام اذا حكى بلهجة مثلا اهل العراق بتنبسطي يعني بتاخديها كانها كوميديا، بس هو بتقنها 100%. مزبوط. فتغيير اللهجات عنده زي دريد لحام. صح. لما حكى باي مسرحية يعني دريد لحام كمان من الناس اللي بتقنوا اللهجات. مزبوط. وهو يعني يحكي اللهجة المضبوطة أنت بتضحك لأنه هالقد إتقان فبفاجئك، هاي هي عنصر المفاجأة عنده. وعادل إمام نفس الطريق. بس ما فيش مسرحية على المحك لإله لنسافر للقاهرة ونشاهدها. إن شاء الله إن شاء الله زي زمان. آخر واحد سيد الشغال. لا أنا حضرت الواد سيد الشغال بالقاهرة. الزعيم كان. حضرت الزعيم كمان أنا بالقاهرة. آخر واحدة كانت إيش كانت؟ بادي جارد. بادي جارد. أنا بقول لك ممكن إنه عمره. صار يمكن يتعب لأنه المسرحية بدك تعرضها يوم يوم على مدار سنين. طب بفكر لك أنه أهون له بالنسبة له تصوير دراما ويقعد بالبيت يحضرها. نعم. صحيح. لما بنحكي عن منى شلبي وأحمد حلمي بنعرف أنه هذا فيلم جديد وهو مشروع لفيلم. كوميدي درامي. كوميدي درامي. أنا حبيت لأنه أحمد حلمي موجود أكيد رح يكون كوميدي بطريقته. نعم. يعني مدرسته صار. صحيح. عنده مدرسة أحمد حلمي وهذا إشي كتير منحبه. بس الأسلوب تبع حلمي الأفلام اللي هو بيشارك فيها عادة هي بتبدأ دائما في الكوميدي وبمشيك بهذا الخط بصير طلعات ونزلات، بس دائما أو الأغلب في رسالة درامية بتتم بنهاية الفيلم. ما بيطلع ما بيخلص ببنش كوميدي مضحك جدا. أكيد. ولا مرة. أكيد. دائما بيكون في رسالة. دائما في رسالة وهي هي الكوميديا الهادفة. يعني مش. نعم. بس إنه نفوت على صالة العرض نحضر الفيلم ونطلع هيك إنه ضحكنا، بس شو استفدنا؟ بس إنه أعطانا نفسي. لا جميل. لا حلو إنه كمان مش إنه تعالج مشكلة، تعرضها وتعطي حلك أنت بطريقة كوميدية والناس فكروا. مزبوط. تطلع أنت مزبوط. من صالة العرض إنه تفكر. صحيح. عرفت كمان إنه راح يكون الصاوي هناك أكيد، خالد الصاوي. خالد طبعا. وبيومي فؤاد. هاد بكل فيلم. هذا بكل فيلم لازم يكون. أقول لك شغلة زي حسن حسني وغيرهن. إلهن خلص بصمتهن الخاصة مع هذول الفنانين. صحيح. فحلو زي بالمسرحيات، يعني لما تشوف عادل إمام بتقول وين مرسي الزناتي. أيوة. وين فلان، يعني بتتذكرهن كشخصيات. صحيح. بأسماء. بس على ذكر حسن حسني قرأت على الإنستغرام، بس مش متأكدة بأي مهرجان، إنه كرم كمان مؤخرا. فهذا حلو. أنا كثير حكيت على تكريم تكريم بحياته قدير. الفنان أكيد. أكيد. مش بعد ما يرحل. أكيد. يعني في كثير فنانين إنه ما كانوش موجودين على المسرح لأنه تذكرناهن بعد ما رحلوا. طبعا. بالعكس أعطيهن حقهن هن موجودين. مزبوط. أكيد. لأنه أعطوا كتير وضحوا كتير. من هذا الفنان القدير ومن هذا الفيلم الجديد نحكي شوي عن أصالة كمان بمناسبة المولد النبوي. يوم الثلاثة كان الإشي، وأنا حبيت أنه مباشر كان، يعني أرسلوا لي التواشيح، وأول مرة أصالة بتعمل أشياء دينية. تواشيح دينية، تواشيح المصطفى. واو. بصوتها متأكدة أنها رائعة، بجنن الأداء تبعها. ودينيا يعني عم تعطي إشي كمان للعيد. فهذا الإشي الحلو إنه ابتدأنا موسم الأعياد من مولد النبوي الشريف، وتنسيش قد في فنانين كمان رح يعطوا على عيد الميلاد أشياء. طبعا. يعني زي كل سنة. طبعا. هذيك السنة جوليا فاجأتنا وغيرها وغيرها. يارا. يارا. فشو رح يكون هذا هاي السنة وكمان من عنا من هون فنانين محليين. رأي. اللي عم بحضروا شغلات. يلا عم نستنى هاي الفترة. صحيح. الحلوة إحنا. طبعا. فترة كتير حلوة إنه كمان نزين الجو بأصوات من عنا كمان. حلو. جميل جدا. طيب سريعا جدا نطمن على الحالة الصحية لأحمد. أحمد ماهر. ماهر. حالته الصحية أنا كيف اليوم طمنت إنه أوكي رح يطلع من المستشفى بآخر الأسبوع، مستشفى في المهندسين، مستشفى خاص. كان عنده وعكة صحية إنه ضيق تنفس، يعني مش إنه هالقد إشي خطير. فحلو كتير إنه نطمن كمان على الفنانين، منحس إن هيك من عيلتنا. صحيح. يعني زي كأنه كيف أحمد ماهر اليوم منيح، كيف إليسا نشكر الله. ليش لا؟ يعني زي كأنه بتحس حالك عيلي. حدا من هالعيلة. والناس صحب. نفس الشيء اللي بحب مزور. الفنان بده يطمن على صحته، لأنه الفنان بعطي لآخر درجة. يعني في كتير فنانين اتمنوا أنه يموتوا على المسرح. مزبوط. لآخر رمق. يعني شوف قديش العطاء الفني. صحيح. انه على المسرح حتى لما يكون موجودين في كثير صابن حالات صحيه زي عبد الحليم، زي إيديت دياف، زي ملان بالعالم. بضلوا مكملين لآخر الكرتون كمان. هذا شيء حلو انك انت العطاء تبعك الناس كمان تتطمن عليك. ليش لا؟ صحيح. بس ان فكره موضوع بيع جائزه مثل ما عم نحكي على الجولدن جلوب للراحله مارلين مارلو مونرو، انت مع هاي الفكره بيع الجائزه حتى لو كان مصاريها رايحه ممكن انا لو فكرت انه بيعت مثلا لاقامه مشروع صحي. ما هذا اللي بدي اقوله. خيري خيري. اما حدا يشتريها ويحطها عنده ربع مليون دولار، انا ازعجني الموضوع. مظبوط. مش حلو. زي ما باعوا سيارتها ب 590 الف دولار. بدك جائزه. جائزه لها قيمه. قيمه فنيه. تجميع المقتنيات، هاي الاشياء الثمينه
مجرد انه يكونوا شايفينها عندهم في البيت هن مكتفي عندهم اكتفاء ذاتي. خلاص حب سلطوي تماما. انا بالعكس بحب انه مثلا يبيعوها لريع مشروع خيري. أيوة. شوف قديش كان حلو. مزبوط. مثلا يشتروا يعملوا فيه مستشفى لمرضى السرطان، يعملوا فيه مثلا بيت للمسنين، ليش لا؟ في كثير شغلات يعني بيقدر الواحد يبيعها لفنانين إلها قيمتها الفنية بقيمة اقتصادية كمان تساعد. وعلى ذكر مونرو يعني بتذكرني بهند رستم، وجوجل تبنى من فترة يحط اللوجو لهند. وحكى بس كلمة الأسبوع الماضي عن هند رستم. حبيت. ما كنتش يوم الخميس. فحكينا أنه حلو كتير أنه جوجل يعني هند رستم هي مارلين مونرو الشر. بالضبط. حلو كتير. أقول لك العياد على الأبواب كتير شغلات نقدر نحكي عليها ساعات وساعات. الأسبوع جاينا نحكي عن الأمسيات والحفلات أكيد. اللي راح تكون أكيد لأنه يوم بعد يوم نقترب من شهر الأعياد، فرح يكون في كتير إشي حلو، مفاجآت كتير. صحيح. كتير بلدان تبنت فكرة الكريسماس ماركت بطريقة جوقات فنية لعيد الميلاد ملائمة جدا للعيد، فبندعو الجميع يعني يجوا طبعا. الله يرضى عليك. ثاني الختام دقت عيد الست فيروز، انت بدورك على الهواء. عيدناها 83 سنة من العطاء، انا بقول لانه من عمر صغير يعني نهاد حداد معروف شو اعطت، فكثير ناس عيدتها، حسينا كمان قديش هي قريبة منا يعني سفيرتنا للنجوم جارة القمر، بس احنا حدها على طول طبعا. كل سنة وهي سالمة وتضل تعطينا امسيات سالمة ان شاء يا الله يا رب. الاعلامي والاذاعي بسيم دموني، جزيل الشكر لك، مستنى اخبارك الاسبوع الجاي. شكرا يا بسيم، نشوف خزانتك نسوي تقرير.